غادرت بعثة الحج التحضيرية إلى الأراضي المقدسة لتجهيز استقبال أوائل الحملات الإماراتية نهاية الشهر الجاري، في حين سيبدأ توافد بقية الحجاج جوا على مكة المكرمة عبر مطار جدة الدولي اعتبارا من 5 أغسطس المقبل. وستقوم البعثة التحضيرية باستقبال حملات الحج في المطارات وتسهيل وصولهم إلى مقرات سكنهم والإشراف على شؤونهم كافة، هذا بالإضافة إلى متابعة تجهيز مقرات البعثة الرسمية في مكة المكرمة والمدينة المنورة ومخيمات الحجاج في كل من مشعر منى وعرفة ومزدلفة، إلى أن تلحق بها البعثة الرسمية بكامل طواقمها يوم الأول من أغسطس القادم. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة محمد سعيد النيادي مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. بداية سعادتك نرحب بك في نشرتنا، دعنا نتحدث عن استعدادات البعثة التحضيرية التي غادرت أراضي الدولة. بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين. بداية نحن بدأنا الاستعداد في بدايات يعني العام الحالي بضمان توفير كافة السبل لراحة وسعادة جميع حجاج دولة الإمارات. انطوت مجموعة من المؤسسات تحت مظلة حجاج دولة الإمارات حتى نتمكن من تقديم جميع الخدمات لهؤلاء الحجاج وتسهيل إجراءاتهم سواء كان في دولة الإمارات وأيضا كذلك في المملكة العربية السعودية. نعم. الدعم والتوجيه المستمرين من حكومة دولة الإمارات وقيادتنا الرشيدة لضمان توفير تلك الخدمات ساهم في يعني انتهاء من جميع الإجراءات قدر الإمكان لهؤلاء الحجاج. البعثة التحضيرية تذهب للوقوف على مستجدات جميع الاستعدادات وأيضا كذلك التواصل معنا في حال وجود أي احتياج حتى نتمكن من استقبال وكذلك توفير الأماكن المناسبة لحجاج دولة الإمارات العربية المتحدة. هناك أول حملة ستصل إلى المدينة المنورة، وبالتالي هناك فريق عمل من البعثة التحضيرية سيغادر مساء اليوم لاستقبال تلك الحملات حتى نتمكن من تذليل كل الصعوبات التي قد تواجه المسافرين والحجاج ونبعد عنهم أي منقص قد يساهم في تعكير مزاجهم وإنما تركيزهم على أداء المناسك بأكمل وجه. نعم سعادتك، لكن المملكة العربية السعودية يعني يقومون بأكمل وجه الخدمات والاستعداد والاستجابة لما نحتاجه في دولة الإمارات. نعم سعادتك، دعنا نتحدث عن عدد حملات هذا العام بالإضافة إلى مجموع عدد الحجاج كذلك. طبعا بشكل عام هناك مجموعة من المعايير التي تضعها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف للحملات، هناك ما يقارب أكثر من 100 حملة تم يعني وضعها تحت حملات رئيسية وهي وبلغت 37 حملة رئيسية. نعم. ستقوم بإيصال الحجاج إلى المناسك في المملكة العربية السعودية. إجمالي الحجاج يعني يتجاوز 6000 شخص سيذهبون إلى هذه المناسك. تم مراعاة المعايير التي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء الموقر بين كبار المواطنين وأصحاب الهمم وأمراض المستعصية ومن لم يسبق لهم الحج مسبقا. نعم، لكن هل هناك تعليمات لحجاج الدولة سواء كانت إرشادية أو طبية كذلك؟ الحمد لله شعب دولة الإمارات ومجتمعهم يعني شعب ناضج ومهني يعلمون ما هي الإرشادات والتعليمات التي يجب اتباعها، لكن نحن نوصي جميع حجاج دولة الإمارات والمغادرين الالتزام بالإجراءات والتعليمات والتواصل المستمر لجميع أرقام التواصل المتاحة في الحملات وكذلك فريق عمل البعثة بضمان يعني توفير كل سبل الراحة والاحتياجات الخاصة بهم، وفي أي وجود ملاحظة أو دعم من قبل فريق العمل فنحن متواجدين طوال 24 ساعة لتقديم هذه الخدمة لحجاج دولة الإمارات العربية المتحدة. سعادة محمد سعيد النيادي مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، كنت معنا في نشرة أخبار الدار، شكرا لك على هذه الإفادة.